ربي يخليك، شكرا بزاف. هذه ماشي اول مره غندوس الغاليه بعدا، شي ثالث مره تقريبا، وشكرا لكم بزاف على السيبور ديالكم. احنا اول حاجه عرفنا بعضياتنا على التيك توك، ولكن تداس تقريبا شي 15 يوم ديال الهضره عاد تلاقينا. نهار تلاقينا هضر مع والدي نيشان، صافي مورها بشهر تزوجنا. لا من الاول، اول ما صيفطتي قال لي انا بغيت نتزوج بك، كان جانيش وصراحة اول ميساج صيفط لها قلت لها واش ممكن تتزوج بيا. صافي انا من داك النوع فهمتي، بانت لي انسان اللي بنشارك مع حياتي وكل ما بقى. الله ما بقاش تنظر انا ويا نيشان، جيت قصد الدار هو ولكن انا كان كيهضر معايا، ولكن ما كنتش كترد البال، كنقول يكون كيتفلا يكون هادي، ولكن كيقول لي غير قال لي ما بغيتش نتلاقى وماشي مشكل، يعني نجي لداركم بعدا، نجي لداركم بعد من بعد نتعرفوا. قلت لي لا انا ما نجيش لدارنا، تنتلاقى معاك نشوفك مباشره، شوف واش غنرتاح لك ولا لا. صافي انفو تلاقيت معاه، شفتو بان لي ولد نقي، بان لي زعما مؤدب حاضر العين وهذا. صافي وانا نقول لي توكلوا على الله، زعما من اول مره الحاجه اللي عجبتني فيه بان لي ثقيل، وهضرتهم الهضره ديالهم مؤدبه، بانت لي فيه الرجوله بان لي مرجل. ومريم عجبني فيها كل شيء صراحة، يعني مرة قوية يعني فهمتي، يعني ساند، تتحس بمرة مجوج بها كتساندك فهمتي، واخا نعرفاش أول مرة تلاقيت معاك كانت غا جاية في الطوموبيل، وفي الطوموبيل تبا بقات تشوف حتى كانت بتدخل في والو. كذاب. أول مرة تلاقينا كنت حطيت الطوموبيل في ستاسيون، قال لي يلاه نمشيو ناكلو في شي بلاصة ونمشيو في طوموبيلتي. غدا انا ويا السيد بليل الجمال بقى كيشوف ويا وكان غيضرب واحد خاينا. اول مره تلاقينا باقي الله ركبت معاه في الطوموبيل. ردود فعل خايبين دغيا، الا تعصب ما كيفكرش دغيا كيدير رده الفعل، واخا يكون فاهم الموضوع غلط كيدير ردود فعل خايبين، ماشي غير معايا انا، مع كلشي. والحاجات الحوايج اللي تعصبون انا بزاف هو التليفون، بقاش هاد التليفون بزاف. صافي جاي حاجه اللي كنتمنى تنقص منا واحد شويه. ان شاء الله باقي شويه. بالنسبه للوليدات هاد النقطه حنا مفاهمين عليها بجوجنا باقيين صغار. اول حاجه احنا قبل الزواج ما كناش كنعرفوا بعضياتنا، يعني ما بين التعارف والخطوبه والزواج شهر، ما كاملش كاع شهر قال، يعني تعرفنا تقريبا نهار واحد في شهر واحد، تزوجنا نهار 29 في شهر واحد، يعني ما كاملش شهر. عاد بدينا كنتعرفوا على بعضياتنا، ماشي بحال شي وحدين كيكونوا ديجا معارفين، كيكونوا ديجا كيعرفوا بعضياتهم، ديجا مسافرين مع بعضياتهم، ولا شي حاجه. حنا يلاه بدينا كنولفوا بعضياتنا، لا هو دابا الولفوا، لا الحب كاين، غير هو باقي فهمتي، باقي جداد، يعني ما مستعدينش نديروا وليدات وحنا باقيين يلاه بادين. الولاد شي حاجه اللي كبيره بزاف، مسؤوليه اللي كبيره، لا من ناحيته هو لا من ناحيتي انا، بقيت انا بعد ما مستعده لا نفسيا لا شي حاجه، يعني لا ماديا لا نفسيا لا شي حاجه. ان شاء الله نديروا دويرتنا، وانو هذيك الساعه نفكروا في الوليدات، نكونوا بعدا ضامنين لهم واحد المستقبل، عندنا بروجي ديالنا، حيت انا ما بغيتش ولادي حتى هو عنده نفس الفكره ديالي انا، ما بغيناش ولادنا يعيشوا طفوله صعيبه كيف ما عشنا حنايا. انا عادي، انا مولفه، هو اللي جاته شويه صعيبه، بالاخص هو اصلا ما كانش باغي يبان في الاول، ما كانش باغي يتافيشا كاع في السوشيال ميديا، ولكن في العرس اضطرينا يبان، يعني راك عارفه كانوا بزاف ديال ليزام في اليونسر صحابنا صوروا، يعني صافي راه بان. كانوا بزاف ديال الانتقادات، كاينين شي وحدين بقاو كيقولوا كيبان برهوش، كيبان هادي الزواج ديال التيك توك.
كاينين شي وحدين قالوا لي ياك كنتي كتقولي غادا عمرك غادا تزوجي بشي واحد من السوشيال ميديا، وكانوا بزاف ديال الانتقادات. المهم هادو من الحوايج اللي عقلت عليهم. انا ديباسيت داكشي عادي حيت مولفه به، مولفه ما كنديهاش في هضره الناس، ولكن هو اللي شويه جاتو صعيبه وداكشي وليت كنلقى معاه صعوبه. دابا بغيت ندير معاه شي فيديو كيقول لي لا غيقولوا هادي غيدير وادي، ولا كيخاف. لا انا ما كنتش، انا اصلا قبل ما نتزوج ولا شي حاجه ماشي من داك النوع اللي كان تصور بزاف. انا دابا تجبد لي التليفون قدام وجهي وتنتلف وباقي ما طلعت من جي، خصوصا يامات العرس. يامات العرس انا اصلا كنت يلا خرجت من العمليه ديك الساعه شي 10 ايام بحال هكا، كنت مريض ديك الساعه ما كنتش فهمتي باك تبيت نبان ولا صافي. من العرس بنت وداكشي صافي غير، وانا كان فهمتي هي تتفرض عليا ندير انا ويا فيديوهات كذا، ولكن عندي ما ندير شويه صافي شويه صافي. لا شوفي راه كيدير ليا الخاطر بعض المرات. دابا حيت انايا شنو وقع ليا، كنا عايشين في كنت عايشه في المحمديه، كندير فيديوهات مع خوتي، كندير فيديوهات مع ماما مع صحاباتي. ملي مشيت لمراكش كاينه غير انا وياه، وانا ديجا مولفه كنبارطاجي، يعني ضروري شي حد يكون معايا في فيديو نهضر انا وياه، نخرج انا وياه، كاينه غير انا وياه. دونك كيضطر هو يدير لي خاطري باش انا ندير هذوك الفيديوهات وداك الشيء، حيت هو النهار الاول قال لي انا عمرني غادي نوقف لك في الخدمه ديالك وداك الشيء ديالك، راه بشرط تكوني محترمه، فيديوهاتك محترمين، تلبسي محترم. الصراحه هادشي اللي قال لي وصافي. دابا ملي كنمشي لمراكش خاصو يدير معايا فيديوهات، حيت ما عنديش معاه من نصور فهمتي. كشدني اكتئاب وكنبقى جالسه في الدار، ما كنعرف لا فين نمشي لا فين نجي، يعني اكثر حاجه كنت لها فيها هما الفيديوهات. هذا واحد المشكل اللي كان كبير بزاف اللي واصل دابا المحكمه، وصراحه هو ما بغينيش نهضر فيه، وان شاء الله هادشي غادي يوضح من بعد، غاد الناس غادي يعرفوا. هي بيلي مع حفصه يلا تافيشيت معها غير مؤخرا، كان جمعنا صدفه في واحد الفواياج وصافي. ان شاء الله الله يجعلها زعما ماشي صحبه دائما، ولكن معرفه زوينه، حيت السوشيال ميديا صعيب ديري فيها صحابات. الوحيده اللي تونغاجيت معها بزاف ولقيت راسي زعما قريبه منها، وإلا كان شي مشكل كنجيو نهضروا بيناتنا كنحلوه، ما كنخليوش زعما بنادم يدخل وسط منا، ولا ما كنتسرعوش نخرجوا في السوشيال ميديا. هي هبه. غدا نبغي نقول ليها كنبغيك، ولا لا يدخل الشيطان بيناتنا، وانت صاحبتي وكنتمنى تبقى صاحبتي. انا كنقول اغلبيه كيكونوا غير افلام على قبل البوز وعلى قبل الاشهارات وهادشي اللي كاين، حيت كنولينا كنشوف شي حوايج اللي بزاف بزاف على خلافات. واكثر حاجه اللي كتضرني هو داكشي اللي كيكون فيه سب الاعراض، وداكشي كيكون شويه صعيب. لا والو هو كاين اقتراح وكاينه شي حاجه، ولكن ذات الساعه هذه بقى ما بديتش فهمتي، بخص تيسر الامور تيسر الامور. ديك الساعه نقول خرجوا الاخبار وكنت تيسر الامور صاحبتي، قال لك نستروا، قال لك ربط القمه تسيب. واش نقول لهم دابا ولا ما صدقش داكشي يقولوا لي كذابه؟ هيا لا كنا كنحتفلوا بالمناسبه ديال 200 الف على الاغنيه، هو زعما جاب لي ديك السنيس لا كونكوا كيشكرني حيت وقفت معاه، وزعما بسببي انا الاغنيه زعما وصلت لذاك داك العدد ديال ليفي. نقول لها الله يخليك ليا ولا يدخل بيناتنا زعما مشاكل وداك الشيء، الله يخليك ليا. مثلا عشان المشكل واحد المشكل كيوقع علينا دابا في فيديوهات هو حشومي. انت دابا شفتيه دابا راه بزز باش صورتي معاه، هو حشومي كيبقاو يكتبوا لي في كومونتير باينه فيك ما باغيكش ما كيبغيكش تيكتب الزالي لاصقه في السين، وراه هو حشومي ما كيعرفش يهضر. مثلا حتى في الزنقه ما يقدر زعما يتم غادي يشد فيا ولا شي حاجه، ما حشومي ما كيبغيش، يعني شايفني انا مرتو واحد الحاجه اللي
اللي غالية عنده بزاف، ما يعني ما خش إنسان يشوف فيه واحد يشوفه ناقصة ولا شي حاجة. شو اللي كاين؟ لا دابا اصلا كان واحد المشكل في العائله ما بين ماما وبابا، هادشي راه الناس اللي متبعيني عارفينه. وكانت ماما جات جلست معايا، جلست معايا ماما وخوتي. من بعد ماما تصالحت هي وبابا ورجعت للكاريان، وانا بقيت شاده ديك الدار، حيت بحكم انني كندير فيديوهات وكنبغي الكالم، ودار ما يمكنش غادي نرجع للكاريان. وهادشي اللي كاين، والدار راني باقا كارياها ومخليها لماما ان شاء الله، راه قربوا يريبوا ليهم البراكه اللي ساكنه فيها دابا، وراه ملي غتريب البراكه راه غتمشي لها. انا بحد الان باقا كارياها على قبل ماما، حتى انا وليت عايشه في مراكش، باقا مخليه فيها الفراش وكلشي على قبل ماما. وهادشي اللي كاين زعما بالنسبه، كنتمنى من الله، انا الهم الكبير عندي هو نشري لها شي دار وزعما ونهنيها، ولا ماشي غير الماما تا بابا تا، واخا زعما راهم الخلافات وداكشي راه كيبقى بابا وكيبقى هو اللي رباني هو اللي كبرني وداكشي. كنبغي نقول لماما وبابا انا كنبغيكم، وعندي بجوج، عندي نتوما بجوج بحال بحال، حيت بابا كي واخد واحد الفكره على انني انا زعما عزيزه عليا غير ماما وكنبغي غير ماما. لا بالعكس، عندي بحال ماما بحال بابا. الغضب كيكون، الخصام كيكون، الشيطان كيدخل، كاين شياطين الانس وشياطين الجن. كنبغي نقول ليه راه حتى بابا وكنبغيك بزاف، وكنتمنى ما يبقاوش دوك الخلافات، وكنتمنى ان شاء الله يتجمع الشمال، وكنتمنى ان شاء الله نرد لكم بجوج داكشي اللي درتو عليا. الحاجه اللي كنطمح لها هي ان شاء الله ندير شي بروجي ديالي، وما عنديش ديك الفكره ديال انني نبقى حياتي كامله في السوشيال ميديا. ندير شي بروجي ديالي واللي عندي مدخول شخصي، ونبعد من السوشيال ميديا ونعيش مستقره مع راجلي ان شاء الله، ندير وليداتي وندير شي دويره لامي. صافي هذو هما الطموحات ديالي. الكلمة اللي غنختم بها هي أول حاجة كنبغي نشكر غالية والجمهور ديال غالية بزاف، وكنبغي نطلب من الله يخلي لي والديا والزوج ديالي، وشكرا الناس اللي كيبغيوني وكيسيبورتيوني. وهادشي اللي كاين.